وبخته مواجهة إذ كان ملوما، وقال له أنت كده بتراقي وأنت كده بتحابي الوجوه، وقال له إذا كنت وأنت يهوديا تعيش كأممي فلماذا تطلب من الأمم أن يتهودوا؟ إداهم له بقوة وبوضوح، ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس، ما فيهاش هزار. سلام ونعمة، ازيكم؟ اتمنى تكونوا بخير. النهاردة معدنا مع الحلقة 24 من كتاب زوجة حسب قلب الله للكاتبة مارثا بيس. ربنا يدينا نعمة ونتبارك ونتعلم، ابقوا معنا. طيب، عايزين شوية حلول بقى. انا كزوجة اتعامل مع الخوف ازاي؟ خلاص عرفنا الخوف. على فكرة المواقف اللي جبناها دي او اللي الكاتبة ذكرها دي كلها مش هي كل المواقف اللي بتتكلم عن اضرار الخوف او وحاشة الخوف في الكتاب المقدس، فيك حاجات كتير بس دي اللي اتخذت كأمثلة يعني. في غلاطيا 2:12 حصل موقف ما بين بولس الرسول وبطرس. بطرس كان قاعد بياكل عادي مع الأمم، وأول ما لقى مجموعة جاية من عند اليهود من بعيد كده جايين عليه ابتدأ يؤخر ويفرز نفسه، قال يعني مش باكل مع الأمم ليه؟ لأن اليهود كان عندهم تقليد إنه لو كل مع الأمم يتنجسون، فإحنا بناكلش مع الأمم. شاول ما سكتش، احنا عارفين شاول زي القطر. وبخته مواجهة إذ كان ملوما، وقال له انت كده بتراقي وانت كده بتحابي الوجوه، وقال له اذا كنت وانت يهوديا تعيش كأممي فلماذا تطلب من الامم ان يتهودوا؟ اداهم له بقوة وبوضوح، ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس، ما فيهاش هزار. لا تحابي بالوجوه. الدرس اللي بنتعلمه من القصة دي ايه؟ بطرس ساعتها خاف من رد فعل الناس، لحسن يعصروا لحسن يتضايقوا، هو خاف من رد فعلهم، خاف من الناس. لا تحابي الوجوه، ما تجامليش الناس على حساب الله. لان من الحاجات اللي ضايقت بولس ساعتها جدا يقول لك حتى برنابا اللي معاه في الخدمه راى وراء رياءهم، يعني ده بطرس راى، فبرنابا كمان راى. فبص كده لقى كل المؤمنين المعتبرين اعمده يعني في الكنيسه ساعتها كلهم بيتصرفوا غلط، كلهم بيتصرفوا تصرف مش مقدس مش كتابي. خدي قرارات حكيمه بتنفيذك الأفعال والوصايا والأوامر الكتابية على أرض الواقع. الحكمة والقرارات الحكيمة هنا إن أنا لو خايفة ومخي مشلول أحاول أفتكر الكتاب المقدس حصل فيه موقف مشابه فين، الشخص اللي كان بطل القصة في الكتاب المقدس عمل إيه، اعمل ده، اعمل اللي في الكتاب المقدس. ده بيقلل معدل الخوف. التزمنا بالكتاب المقدس وبخط سير القديسين، بنمشي وراهم ونشوف هم ماشيين ازاي ونعرف نمشي وراهم كويس. في مزمور 112 طوبى للرجل المتقي الرب المسرور جدا بوصاياه. جرت العادة في اللغة العربية ان التقوى او الشخص المتقي ده يعني بيخاف، يقول لك اتقي الله، اتقي الله يعني خاف ربنا، يقول لك اتقي شر من احسنت اليه، يعني خاف من الشخص اللي انت ممكن تحسن اليه يغدر بيك. فاحنا مفهوم التقوى في نظرنا ما هو إلا إنه حالة من الخوف، أنا بتقيق يعني أنا بخاف منك. في جزء من التقوى له علاقة بالمهابة، إنك تبص لله اللي هو شخص مهيب جدا وتحبه وتعمل له ألف حساب وتخافه وتهابه. لكن في جزء تاني باين في المعنى الإنجليش بتاع الكتاب المقدس، لما بيترجموا الشخص التقي بيترجموا حاجة اسمها جادلي، يعني اسمه منتسب لله، يعني الشخص نفسه المتقي الله ده يعني لازق في الله، بينتسب منتسب لله. جادلي يعني شخص لازق في الله، في تنفيذ الوصية، في خط السير، في كل حاجة. فهنا ده بيبقى بيتقي الله، مش بس انه مجرد خايف منه بيعمله ألف حساب وخلاص، وعلى المستوى العملي ما بيعملش حاجة تانية. الكاتبة بتستغرب جدا، بتقولك انا بستغرب جدا من الناس ازاي بنخاف من المرض وبنخاف من الحكومة وبنخاف من اشخاص وبنخاف من بشر لكن ما بنخافش الله نفسه ونعمله ألف حساب. في متى 10 لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد كده ما عندهمش سلطان يعملوا حاجة تانية مع النفس، بل بالحري خافوا من اللي عندهم قدرة ان هم يهلكوا الجسد والنفس. ده اللي ممكن، ده اللي تعمل له ألف حساب، ده اللي تخاف منه. ده اللي احنا ترتيباتنا حتى في الخوف، ترتيبات اولوياتنا في الخوف متلخبطة، يعني احنا مش عارفين نخاف صح، ما بنخافش بالطريقة الصح 100%. رسالة: ما تخافيش، الله معك في كل طرق حياتك، في كل مشوار بتعمليه، في كل مشورة، بشرط انت افضلي معاه، افضلي ماسكة فيه، افضلي لازقة فيه، هو معاك. في مزمور 23: إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. وجود الله وإدراكي لوجود الله في حياتي يخليني أعبر وادي الموت وأنا مطمن. استحضري دايما وأكدي على نفسك الله موجود وهو معايا ومش سايبني، ده هيقلل معدل خوفك وهيديك حرية من الخوف أكتر.
بكده تكون انتهت حلقتنا النهارده. ربنا يدينا نعمه وبركه ونتعلم ونتبارك كلنا وبيوتنا تتغير. اسيبكم في رعايه المسيح. سلام.